وحققت السلسلة الوثائقية موسوعة سوريا السياسية التي بثتها قناة أورينت على مدى موسمين متتاليين، حققت نسبة مشاهدات ناهزت 5.5 مليون في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهدت الموسوعة متابعة فقط كل التوقعات. دعونا نشاهد هذا المقطع من الموسم الثاني لموسوعة سوريا السياسية. في 15 من شباط فبراير عام 1999 أعلنت السلطات التركية القبض على زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في العاصمة الكينية نيروبي في عملية استخباراتية تركية معقدة. الملازم السوري البحار جول جمال الذي نفذ بزورقه الحربي عملية استشهادية حققت إصابة قاتلة في البارجة الفرنسية جان بارت. 16 من كانون الأول ديسمبر عام 1946 نفذ في ساحة المرجى بدمشق حكم الإعدام في سلمان بن مرشد اليونس الشهير بسلمان المرشد واثنين من أتباعه. أقدمت مجموعة من العناصر الاستخباراتية المجهولة على اغتيال اللواء محمد عمران في منزله في مدينة طرابلس اللبنانية. كان بدوي الجبل المولود في قرية ديفا عام 1900 والذي نشأ في قرية السلاطة في جبال العلويين واحدا من كبار الشعراء والسياسيين السوريين الذين جردهم حزب البعث من كافة حقوقهم المدنية. وأوضح مصطفى السباعي أن الهدف من تسمية دين الدولة هو لمنحها مسحة روحية وأخلاقية تساعد في تحديد النظام والقانون. فجرت في منطقة الأزبكية بشارع بغداد بدمشق سيارة مفخخة مستهدفة شعبة التجنيد في المنطقة. كانت مجزرة حماة التي قيل إن الهدف منها تطهير المدينة من المسلحين من عصابة الإخوان المسلمين العميلة كما ادعى نظام حافظ الأسد حينذاك. قطع التلفزيون السوري بث برامجه ليعلن بصوت رجل الدين مروان شيخ المرتجف وفاة حافظ الأسد. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب الصحفي ثائر الطحلي، معنا من عمان. مساء الخير ثائر، وأهلا وسهلا فيك دائما ببرنامجنا. يعني موسوعة سوريا السياسية حققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، برأيك لماذا هذه يعني النسبة بالوقت اللي هي مادة غير ترفيهية؟ مساء الخير بداية. يعني اليوم أنا هنا لست ككاتب صحفي، أنا هنا كأحد جيل هذه الثورة، كشاب من شباب هذه الثورة، كشاب في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، هذا عمره. موسوعة سوريا السياسية أشبعت التعطش الذي لدينا، الذي في داخلنا نحن هذا الجيل. حقيقة المعلومة التي تقدمها تكشف الكثير من الحقائق التي كانت مغيبة عنا خلال السنوات السابقة. نحن جميعا نشأنا في مدارس البعث، من عاش في سوريا أجبر أن ينشأ في مدارس حزب البعث العربي الاشتراكي، وبالتالي نحن استقينا من هذا التاريخ المزيف الذي قدمه لنا حافظ الأسد وقدمه لنا بشار الأسد بعد حافظ الأسد، فنحن لا نعرف شيء عن هذا التاريخ. حقيقة عندما أشاهد موسوعة سوريا السياسية أنا كشاب يعني في مقتبل العمر، عندما أشاهد موسوعة سوريا السياسية أستحضر مشاهد سابقة من طفولتي ربما، خصوصا مثلا التي تحدثت عن موت حافظ الأسد، التي تحدثت عن الكثير من القضايا الحساسة التي لابد لهذا الجيل، التي لابد لجيل الثورة، للجيل الصغير أن يراها، بالإضافة لأن الجيل الكبار أيضا كان في صراع كبير جدا مع حزب البعث، كان شاهد ولكن يعني لا يستطيع التحدث عن هذه المشاهد. ثائر، يعني برأيك ما هي أهم عناصر الجذب في هذه الموسوعة على الرغم من أنها مجددا هي ليست مادة كوميدية، هي ليست فيلم طويل من الممكن يعني أنه تشاهده بجلسة واحدة؟ وهذا أهم ما فيها، أنها ليست فيلم طويل تشاهده في جلسة واحدة. أهم العناصر في هذه الموسوعة هي أولا المادة البصرية، المادة البصرية الفريدة التي تقدمها هذه الموسوعة. يعني نحن كصحفيين دائما ما نعمل في تقارير تتحدث عن تاريخ سوريا القديم،
وتاريخ سوريا المعاصر في حزب في عهد حزب البعث العربي الاشتراكي. وبالتالي يعني لا نجد هذه المواد، فعندما نشاهد الموسوعة فعلا هناك مادة فريدة، هناك صور فريدة، هناك فيديوهات فريدة، هذا أولا. ثانيا البحث التاريخي، البحث فعلا مصداقية المعلومة التي تقدمها هذه الموسوعة، هناك نعم. معلومات فعلا يعني جاءت بعد بحث. تحية كبيرة طبعا للقائم على هذا العمل الأستاذ محمد منصور. والعنصر الثالث هو الصوت، القراءة، الفويس أوفر، التعليق. تحية أيضا لسليمان عبد المولى وهو صاحب هذا الصوت الذي يقرأ هذه الموسوعة ويمتعنا. بكونها 5 دقائق وكونها ليست مادة ترفيهية وكونها ليست مادة كوميدية وحصدت هذا العدد الهائل من المشاهدات، هو يعكس تماما التعطش لدى جيل السوريين، التعطش صحيح. لدى السوريين لمعرفة تاريخ نعم. دولتهم حقيقة. ليس يعني ليس فقط من يدعم الثورة، ليس فقط نحن جيل الثورة نشاهد هذه الموسوعة، الكثير من الناس يشاهدون هذه صحيح. الموسوعة، الكثير من الأشخاص، حتى أنا أجزم بأن هناك مؤيدين للنظام يشاهدون هذه الموسوعة. أكيد. هذا التاريخ الذي لضيق الوقت تكشف عنه هذه الموسوعة بالتأكيد هو نعم. يعني أشكر تفضل مداخلتك تفضل. جدا وإعجابك فيها، وأيضا شكر للزملاء القائمين عليها. ثائر الطحلي الكاتب الصحفي كنت معنا من عمان، شكرا لك. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من هنا سوريا، نلقاكم غدا بإذن الله.